الجوية وبيليس أينما كنتم. الخير عليكم مشاهدينا اينما كنتم تتابعون احوال الطقس لينها اليوم على قناه الجزائريه. وان مشاهدينا نروح نشوفوا حاله الطقس لمساء اليوم ان شاء الله. اذا الجو راح يكون مشمس مع بعض السحب العابره على المناطق الشماليه الساحليه وحتى المناطق الداخليه للوطن وكذلك على ابواب الصحراء، مشمس مع بعض السحب العابره كذلك على وسط الصحراء ومشمس على اقصى المناطق الجنوبيه. مشاهدينا نروح نشوفوا درجات الحراره لمساء اليوم ان شاء الله. اذا سجلنا 18 درجة في جزائر العاصمة وضواحي، 20 درجة في تيزي وزو عنابة وشلف ووهران، 18 درجة في الجلف البيض ونعامة، 21 درجة في غردية، 17 درجة سجلناها كأدنى مقياس في الوادي، 27 درجة في عين صالح، 23 درجة في تمن راس، 29 درجة سجلناها كأقصى مقياس في برج باجي مختار وعين قزام، 21 درجة في بشنار، 22 درجة في تندوف وأضرار. مشاهدينا فيما يخص الملاحة والصيد البحري، إذن البحر راح يكون هادئ على طول الشريط الساحلي، سجلنا من 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة من القلا مرورا على العوانة دلسنس وصولا إلى مرسى بن مهدي. اتجاهات الرياح راح تكون مختلفة. نختم نشرتنا الجوية بالأوضاع الفلكية، إذن الغروب راح يكون على 5:32 دقيقة. للمزيد من المعلومات ما عليكم غير تزوروا الموقع الإلكتروني www.aljazaria.tv. نشكركم على حسن المتابعة، ابقوا على خير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم.